الواد لا جاب الوكل ولا بزازات. هنعمل ايه تاني؟ الواد ده هيموت، ده اسمه نشف. مالك فيك ايه؟ عاوز ايه؟ قول لي. يا ست سعادة انت ايه؟ مش عايز تاكل ايه؟ الواد هيموت مني. تاكل ليه؟ الواد هيموت منك يا ست سعادة. والله هيموت، ده لسه لحمة حمرا ملحكش. طب قولي لي هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ انجديني. نجاة. تجي ترضع وتمشي. نجاة؟ نجاة؟ ست سعادة ترضع واد بطني؟ لا لا ست سعادات، صدرها بيحن وانتي عارفه الوالده الوحيده هي اللي تقدر تنقذ غانم، من غيرها غانم هيموت منك. يموت؟ لا لا ما يموت. لا ما يموتش حبيبي. يا نجات انت يا بيت يا بيت. ايه يا بدري عايزة ايه؟ انا جبتلك البشرة بس عايزة الحلاوة. حلاوة ايه يا بيت وبشرة ايه؟ 1000 جنيه. ليه يا اختي 1000 جنيه؟ 1000 جنيه كتير. اما لو عرفتي اني هرجعلك ولدك لحضن هتقولي ايه؟ واقفه ليه يا نجاة؟ ده بردك بيت اخوكي وده ولد غانم. خش سمي الاول يا نجاة. الواد ولدي ومن صلب اخوكي رماح، عاوزه تردعيه؟ يبقى بشروطنا الاول. بس بدريه الدايه قالت لي انك مسامحه اشوف ولدي. الواد عاوز يرضع وانا صدري ناشف ما فيهوش وكل. عاوزة تردعي واد اخوكي؟ تاجي بالادب وتاجي على مسافة 3 مرات في اليوم، الصبح والظهر وقبل العشاء، غير كده حمنعك تهوي بهنه واصل. حاضر، هاجي 3 مرات في اليوم، الصبح والظهر وقبل العشاء. حاضر. لا كلام ولا زيادة، تردعي الواد وتروحي لحالك يا ام العيال. موافقة يا أم غانم. سمعيني كده قلتي ايه؟ موافقة يا أم غانم. ايوه كده. خدي الواد ردعيه جوه، هسيبك هبابة تردعيه وبعد كده هاجي اخده منك. سمي.